السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة عن الردة أو نخالة القمح. والردة أو نخالة القمح زي ما حضراتكم عارفين ديت المنتج الثاني أو المنتج الثانوي، الغلة أو الحنطة أو القمح. لما يروح المطاحن بيدينا الدقيق وبيدينا الردة أو نخالة القمح. الردة ونخالة القمح دهيت مفيدة وبتخش في صناعة الأعلاف، فيها طاقة 1300 كيلو كالوري وفيها بروتين 15.7 وفيها دهون 3% وفيها ألياف 11%، أليافها عالية، وفيها كالسيوم 14%، وفيها فوسفور 1.15%، وفيها لايسين 61%، وميثيونين 22% 23%، وفيها سيستين 32%. يبقى طاقة 1300، بروتين 15.7، دهن 3. هنستوقف على نسبة 11% ألياف، وبنقول إن الردة دهيت ما ينفعش تخش في صناعة العلف بتاع الفراخ البيضة عشان الألياف عالية، والفراخ البيضة لها قدرة معينة في امتصاص وفي هضم الألياف، يعني 3.5 لـ4.5%. غير كده تبقى مشكلة الألياف العالية. وإن كان أنا شفت في زياراتي لمصانع الأعلاف بيحطوا ردة على العلف عشان يستفيد من الطاقة والبروتين والكالسيوم والفوسفور والليسين والمسيلين والسيستين، ولكن الألياف بتاعتها العالية ده هي تخلينا نخاف وتخلينا نقلق. طيب الردة اللي تخش في صناعة علف الأرانب، في صناعة البط البالغ والأعلاف البياض، يعني علف البيض المائدة أو البياض عموما. لو مسكت العلف اللي هو الماشي الناعم هتلاقي كده الذرة باين والردة باينة، أما فراخ البيضة ما ينفعش علف الفراخ البيضة يضاف في تصنيعه بالنسبة للمصانع أو حتى اللي بركب علف على إيديه إن هو يحط الردة على العلف. أما الأعلاف التانية، المواشي والأرانب والنعام والبط والطيور البياضة، تحط ليها او بتنزل ليها بالنسب حسب ال NRC او حسب البرامج التغذية اللي بتقول هنحط قدين، او نسبة مساهمة الردة دهيت في تركيب العليقة بتكون قد ايه. غير كده لا، فاحنا بنستعرض اسرار وفوائد الردة المتمثلة في طاقة 1300، بروتين 15.7، لها فوائد ومهمة جدا جدا في علي كل انواع الحيوانات والطيور، ولكن بالنسب المسموح بيها اللي ما تأثرش وتعمل لي مشاكل على الطيور وعلى معدل هضمها وامتصاصها بالنسبة لأي نوع طير يتقدم ليه. تخيلوا فيها بروتين 15.7، وفيها كالسيوم وفيها فوسفور وفيها 3 أحماض أمينية، لايسين وميثيونين وسيستين. ديت يعني بعض المعلومات والأسرار اللي في الردة، ويعني إن شاء الله في الفيديوهات القادمة هستعرض، كنت استعرضت في فيديو سابق أسرار، فيديو بعنوان أسرار الذرة، الفيديو دوت برضو أسرار نخالة القمح أو الردة، وإن شاء الله هنستعرض واحدة واحدة بعض المكونات والمواد الغذائية اللي بتستخدم في تغذية الحيوانات وأغذية الدواجن بتاعتنا. ولو في إن شاء الله يعني في أو في فيديوهات السابقة هنشوف نسب مشاركتها إيه، وبتخش إزاي، ووضع الردة في تركيب العلايق فعلا إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، تابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي.